السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. احنا النهاردة موجودين معاكم من عند مول عبد الموجود، يعني اكبر تشكيل للمفروشات يا جماعة. مول كامل متكامل في كل حاجة لست البيت وللعروسة وكمان للبنوتة الصغيرة. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا مول كامل في كل الشغل، الهوم وير واللانجري ولبس الاطفال، كمان مفروشات. يعني انت هتدخلي هتاخدي كل مراحل حياتك كده هناك، تشتري لها كل حاجة. بجد خلينا نقول ان احنا اسعارنا مميزة جدا جدا في كل حاجة موجودة في المول. انا النهاردة خدت لكم جولة حلوة قوي في المفروشات وكل حاجة عليها خصم، بس اوعى تنسي ان انتوا تقولوا تبع قناة شيماء الجهري علشان تستفيدوا بالعروض اللي احنا واخدينها. كمان هو بيصور وبيقول ده عرض، لما بيجي اقول له ده بكام يقول لي طب نصور ده الاول عشان ده عرض، ده عرض للمتابعين، فعشان كده لازم تقولي تبع قناة شيماء الجهري عشان تاخدي الحاجة بسعر العرض بتاعها. خدت لكم جولة كاملة هناك فيها كل حاجة موجودة في المكان، ما صورتش كل الشغل بس كل البنود اللي موجودة هناك، اللي هي الكوفرتات، المفارش، اللحفة، البطاطين، الملايات، الفوط، كفرات السجاد، كفرات المراتب. بصوا كل الشغل اللي يخص المفروشات خدته النهارده جولة فيه مختصرة من الشغل اللي هناك. عايز اقول لكم الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ان الشغل اللي انا صورته ده نقطة بالنسبة للشغل اللي موجود هناك. تجار الجملة عايز اقول لكم روحوا بقلب جامد وانتم مطمئنين، ليكوا اسعار مميزة جدا هناك وعروض جامدة جدا. عايز اقول لكم بقى ان ده الموزع الرئيسي لتجار الجملة. عارفين انتوا داخلين على ايه؟ داخلين على حاجة عظمة قوي. كمان اكبر تشكيل للمفروشات، كل البراندات موجودة معانا النهاردة، اسروجي وبليندا وانتاليا وكل الشغل اللي احنا بنحبه موجود معانا. المهم ان انتوا ما تنسوش تقولوا تابع القناة علشان تاخدوا بالعروض الموجودة معانا النهاردة. مول كامل فيه كل حاجة، في كمان برانس وفي فوط وفي ملايات، في حاجات كتير جدا. مش عايزة اقول حاجة وانسى حاجة، لان هو فعلا عنده كل حاجة تخص المكان ده. حتى كمان عنده ايه؟ كفرات الانتريهات وكفرات السفرة، يعني ما سابش حاجة تخص البيت ما جابهاش. بجد المكان هناك وهم، المكان هناك هتتبسطوا قوي لما تروحوا. انا واثقة ان انت هتعرفي تاخدي جهازك من هناك، هتعرفي ان انت تاخدي تشكيل كامل، ويعني هتمشي مخلصة جهاز بنتك كله من هناك. المكان عجبني قوي وحسيت ان انا لازم اجيب لكم عروض من هناك واصور لكم جولة من هناك. قولوا لي في التعليقات اصور لكم ايه المرة اللي جاية، وانا هعمل كل اللي انتوا تطلبوه ان شاء الله الفترة اللي جاية من هناك. وانتظروا فيديوهات قوية جدا الفترة اللي جاية ان شاء الله. خدنا الاجازة بقى وفضينا لبعض، عايز اقول لكم هجيب لكم عروض من كل مكان. ما تنسوش تدخلوا على قناتي الصغيرة، هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق، تدخلوا عليها وتشتركوا فيها. هنزل لكم جولات مختلفة عن اللي بنزلها على القناة دي، وطبعا بعروض مختلفة. يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك علشان يوصلوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة. دي محطة العتبة يا جماعة، طبعا بنخرج ناحية جراش العتبة او العتبة. انت اول ما بتخرجي ده سوق الاسبكية، لازم بنخرج عليه من اي اتجاه، بنخرج عليه على طول. في اتجاهين للعتبة اللي احنا خرجنا فيه ده، واتجاه تاني بيخرجك على نفس السوق، فما تخافيش. دلوقتي انت بتخرجي بتلاقي جراش العتبة في وشك على طول، خليه على ايدك الشمال وخلي المسرح على ايدك اليمين، وامشي في الشارع ده كده لغاية اخره. هتلاقي في اخره من عند الجراش كده موقف اتوبيس تحت. ايوه بالظبط كده، هتلاقي موقف اتوبيس، هتمشي ناحية اليمين. وانت ماشية ناحية اليمين هتلاقي، بصوا انا بصور لكم اهو المحلات اللي موجودة بالاسماء عشان تبقوا واخدين بالكم. في بنك مصر اخر الحتة اليمين دي، بنك مصر واخد ناصية لافف. خلي بقى بنك مصر على شمالك وخلي الكوبري على ايدك اليمين، الكوبري اللي في وشنا ده. يبقى خلي الكوبري على ايدك اليمين وبنك مصر على ناحية الشمال، وامشي في الشارع ده على طول دقايق وهنوصل لميدان العتبة. ده دلوقتي اهو ميدان العتبة، جراج كمان عديناه خلاص، احنا كده في الميدان ده شارع الجيش. واحنا ماشيين هنلاقي محمد حسين على ايدينا اليمين، بتاع اليميش والحاجات بتاعت الحلويات قوي موجود طبعا على ايدينا اليمين. دي دخلة الشوازلية، علشان واحنا ماشيين نبقى عارفين. لو سمحتي لو سمحتي ما تسأليش اي حد، اي حد هيوديكي عند اي حد تاني. سماسرة كتير بيبقوا واقفين واحنا بنصور، وبنصور المكان علشان تبقوا عارفين هتوصلوا ازاي. دي الدخلة، وانتوا داخلين هتلاقوا بوست كبير كده مكتوب عليه سنتر عبد الموجود، علشان تبقوا عارفين انتوا داخلين على ايه. دي دخلة الشوازلية، بتدخلي فيها هتلاقي مدخل عمارة على ايدك اليمين مكتوب فيه عبد الموجود، وبرده هتلاقي في محل كده لانجري او بيجامات على ايوه هوم وير على ايدك اليمين مكتوب عليه عبد الموجود. هنمشي بقى يدوب خطوتين من المحل ده وهتلاقي مدخل العمارة اللي احنا بنقول عليه. ندخل كده ونسمي بسم الله، لان احنا داخلين على حاجة جامدة قوي. العروسة اللي تروح تبقى عاملة حسابها كده ان هي هتاخد شوية حاجات عظمة. اهو عبد الموجود، عايزين ندخل بقى. خلينا نقول ان اول دور ده
كله جلاليب وبجامات، وكل التشكيل اللي احنا بنحبه كستات بيوت وكعروسه بتجهز كله موجود. خلينا نقول ان احنا بس بنصور واحنا طالعين على السلم، لكن في اسانسير يودينا في كل الادوار دي. موجود بقى ما شاء الله تشكيل كبير جدا جدا من المفروشات مستنيك النهارده، ويلا نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. وما تنسينيش في اللايك والشير. مساء الخير حسام باشا، منور. الحمد لله كله تمام. عايزين نقول للناس احنا فين. احنا النهارده اول حاجه في مكان جديد طبعا، علينا عروض مميزه، عندنا عروض كتير جدا. طب احنا حضرتك هنا فين؟ في سنتر عبد الموجود. تمام، سنتر عبد الموجود، شارع الجيش، تمام، مدخل الشوازليه، تاني عماره بيه على ايدك اليمين، تاني عماره على ايدك اليمين، مدخل كبير كده، هتلاقي سلم، اطلعي بالاسانسور الدور الخامس، امام المصليه. تمام. المفروشات في الدور الخامس. تمام، السنتر في كل حاجه، يعني الدور الاول في بيتي، في لانجيري، في اطفال، في داخلي، تمام، التالت برضه في بيتي، الخامس كل ما يلزم المفروشات. حلو قوي ما شاء الله. المفروشات النهارده الفيديو كدا. خلينا نقول للناس ان احنا النهارده الفيديو هنلاقي فيه الفوط والملايات والايكامين والحفا والدفايات، الفرش الستان، تمام، الفوط، الكوفرتات، كل شغل موجود عندنا، حافظات، كفر مرتبه، كفر انتريك، كل شغل موجود، كل ده موجود معانا في كل الفيديو النهارده. طب يلا نشوف نبدا حاجه زي كده. تمام، تمام. شركه اجيال دي ب 250، ده شغل عالي جدا، شغل اوضه. تمام، تمام. العرض ب 250، دول اربع فوط ب 250 شركه اجيال، وده بابل زي كده. تمام، في العرض ب 230. خلينا متفقين ان هو بيعرض موديل، لكن هو طبعا كل مصنع من دول ليه التشكيله بتاعته بتنزل. شغل كتير جدا ما شاء الله، حاجه زي كده ب 250. تمام، 250، تمام، حاجه زي كده. تمام، 169، 169 طبعا مع اختلاف الالوان لكل علبه. تمام، مع 60 في 120، تمام، حاجه زي كده. 147، الله، حلوه دي قوي. تمام، شركه ديور ب 147 ديور. تمام، اشكال كتير زي ما انتم شايفين برضو معانا ما شاء الله، ده كله كده ديور، كل اللي قدامنا ده حاجه زي كده، شركه عروفه، كله ديور ب 147 147، وفي حاجات ب 110 و130 و160، اسعار كتير، حاجه زي كده 175 عروفه. تمام، 175 الاسعار دي. طب انا عايز افتح فوطه من اللي احنا بنشوفهم دول، عليا حاجه زي كده. تمام، ب 147 برضو. افتح لي الزيتي دي، نفتح ونشوف مقاس الفوطه ونشوف خامتها. تمام، عايزه اقول لكم بقى مصنع بابلز، بصوا في حاجات هاند ميد اهي موجوده معانا، كل علبه وليها الوانها، يعني العلبه دي علبه ثانيه بالوان ثانيه طبعا نفس الموديل، وهي اجياد برضو اشكال ثانيه موجوده منها، وبابلز طول ما انت واقفه هتلاقي مصانع مختلفه فيها كتير اشكال كتير جدا. كتير جدا. تمام، بسم الله، الفوطه اهي. تمام، الله، خامتها حلوه، 147، ما شاء الله. بصوا يا جماعه، 147 حاجه سيمبل كده وساده، 3 ب 147. تمام، حاجه زي كده هاند ميد ب 200 جنيه جميله زي ب 200 جنيه تمام، ما شاء الله. تمام، بصوا الوان مميزه كمان. شوف برضو حاجه ثانيه معانا هنا اهي، تمام، ب 200 جنيه برضه. بصوا يا جماعه الشغل ده كده معانا ب 200 جنيه من عند سنتر عبد الموجود. تمام، حاجه زي كده في العرض 250. دي زينه الدولاب بقى، يعني بتجيبي منها وتزيني الدنيا كده. 250 اربع فوط مع بعض، كانوا اربعه ولا ثلاثه؟ اربع فوط، حاجه زي كده ب 190. بصوا دي كده ب 190 ذهبيه. كمان احنا مش بنبيع بالسعر القديم، يعني السعر كل يوم بيزيد، احنا بنبيع على الاسعار القديمه. تمام، كل شغلنا السعر القديم. طب احنا موجود عندنا السروجي وانطاليا والشغل بتاعنا الحلو ده؟ كل الشغل موجود يا باشا. حاجه زي كده ب 260. تمام، احنا بنعرض يا جماعه الاسعار القريبه دلوقتي، هنعرض لكم كل الشغل اللي احنا بنحبه برده معانا دلوقتي بالتفصيل. ده مصنع كيان، ده مصنع كيان، دي فوطه قطيفه يا حسام، قطيفه. تمام، حاجه زي كده، وش قطيفه ووش قطيفه، وش قطيفه ووش قطيفه، حاجه زي كده. انا عايزه امسكها، انا عايزه امسكها، دي جميله ما شاء الله. الله الله، دي ال دي الفوطه اللي هي مش قطيفة، اللي هي الخامة اسمها ايه؟ البامبو. البامبو ده شغل البامبو. حلوة قوي، حلوة قوي قوي، دي جميلة. 445، 445 جميلة دي ما شاء الله. معانا بص الفوطة دي، شركة اسطنبول. تمام، كل شغل اسطنبول متاح معانا، حاجة زي كده ما شاء الله. تمام، بصوا الفوطة دي يا جماعة خامتها تحفة، بص كده على الدور، الشغل الشغل ده عالي جدا ما شاء الله. بصوا تمام، حلوة قوي، حاجة زي كده، أربع فوط في العين، أربع فوط، حاجة زي كده، ديوريك أربع فوط، ما 60 في 120، حاجة زي كده برضه، ده الشغل الجديد، دي جميلة ألوانها فظيعة، ألوان جديدة جدا. شغل عرايس بكام دي قلت لي؟ تمام، 430، حاجة زي كده 228، شركة تركان، 228 ده في العرض. شايفين الشياكة يا جماعة؟ حاجة زي كده ب 175 برضه، تركان ثلاثة فوطة في العرض. حسام عايز أسأل سؤال، احنا دلوقتي عرضنا تركان وتركان، تمام، كل تشكيل تركان بسعر واحد ولا كل موديلين؟ تمام، الثلاثة فوطة معانا 50 موديل، نازلين العرض كلهم ب 175، حلو قوي، الأربعة فوطة معانا 120 موديل، تمام، كلهم من نفس المصنع، نفس المصنع موحدين
الاسعار في عدد الفوط في نفس المصنع. تمام انت شايف شكل الاسطمبوط ما شاء الله تمام. بصوا شغل عالي جدا. تمام ده جديد بقى. الله ده ايه ده كام فوطه؟ 2 4 6 6 اه حاجه زي كده ب 283 شركه ده كان ده تمام اه 283 وده اسطنبول تمام اه حاجه زي كده برده 283 الالوان المميزه اه ما شاء الله جدا ما شاء الله تمام ما شاء الله اه نشوف برده حاجه زي كده وعلى شكل الله بصوا دي بصوا كده دي الوانها برده مميزه والموديل حلو قوي. شغل الكندا كله ما شاء الله جميل جدا شايفين اشكال جميله. بكام دي؟ 283 283 كل ده شيء اسعار عروض عامه حاجه زي كده معانا ديوريلي تمام تمام. الالوان والتنسيق ما شاء الله جميل جدا شايف ما شاء الله تمام تمام حاجه زي كده برده معانا الله دي اللي بشراشيب قمر. شغل الكيل زي ما احنا شايفين ما شاء الله معانا اهو ما شاء الله حاجه زي كده دي اللي هي بشراشيب ديوريل برده موديلات بقى ديوريل بصراحه جايب تشكيل حلو قوي فيها. بص برده دي اللي نازله جديد يا حسام قلت لي كل ده شغل جديد جميله تمام وما شاء الله كل هنا هتلاقي جديد ما شاء الله دي الوان ثانيه ما شاء الله تمام تمام حاجه زي كده تمام. شركه كيان اربعه فوطه شركه كيان اربعه فوطه تمام تمام اه على الفوط ومن على الخامات والمقاس حلو قوي ما فيش ولا فوطه فردناها يا جماعه مقاسها صغير ما شاء الله بصوا الفروه بتاعتها الفتله تقيله ما شاء الله ما شاء الله رسومات كتير في بقى منه تمام اتنين بشكير اهو تمام ده اتنين بشكير مش ولا فوط ولا نص بشكير اتنين بشكير ب 270 اه تمام تمام اه حاجه زي كده بقى معانا الحسن والحسين الحسن والحسين الحسن والحسين تمام تمام اه ثلاثه فوطه حاجه زي كده الحسن والحسين تمام كولار قطيفه كولار قطيفه تمام حاجه زي كده معانا سته فوطه الحسن والحسين ست فوط ده حلو قوي اه تمام شغل حلو الدلع ده تشكيله حلوه يا جماعه كل الدلع ده عند عم موجود اه حاجه زي كده معانا تمام شغل جوبيل حلو عايزه دي اشوف دي ايه تمام دي جميله قوي عرايسي بقى مع بناتي يعني هنا عرايسي ممكن تحطيها طبعا في الاول الفتره الاولانيه دي بناتي قوي لو انت بتجيبي لبناتك كده حاليا دي برده قمر قوي حاجات كول كده دي بشاكير يا حسام نص بشاكير نص اللي هما الاثنين دول نص بشكير الاثنين بشكير الاثنين نص بشكير الاثنين نص بشكير حلو قوي حاجه زي كده تمام دي الحسن والحسين دي كلها فوطه الحسن والحسين كلها فوطه يا جماعه حلو. الله دي جميله قوي 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 شغل عالي جدا تمام وعليك شايفه انت الوبره بتاعتها ما شاء الله حلوه قوي ده بكام دي؟ التطريز بتاعها ب 430 430 ثلاث فوط مع بعض حاجه محترمه جدا بصوا يا جماعه الاشكال بتاعتها دي كلها كده ما شاء الله ايه تاني؟ حاجه زي كده تمام معايا السروجي السروجي بقى ايوه السروجي متاح تمام حاجه زي كده السروجي كل تشكيل السروجي بالظبط كده متاح معانا ما شاء الله تمام السروجي الله على الالوان تمام حاجه زي كده برده السروجي برده معانا جميله دي ما شاء الله السروجي عندنا بكام السروجي معاك كل الاسعار بدل عامه السروجي من 380 حاجه زي كده 380 اه 500 جنيه تمام تمام زي ما انت شايفه الشغل اهو اه اه الزينه البنات براحتك خالص حاجه زي كده بقى حسن وحسين مصنع الحسن والحسين ده حاجته ما شاء الله عليها يعني ده ايه ده؟ ده فوط برضو؟ فوط برضو الحسن والحسين تمام؟ زي ما انتم شايفين تمام اهو اه دي مفتوحه اهي ده الدرج بقى ده اثنين نص بشكير اثنين نص بشكير وثلاثه فوطه تمام؟ حلوه قوي 1100 في العرض دي 1100 دي برضو هديه تبقى جامده جدا ما شاء الله تمام حاجه زي كده الحسن والحسين بصوا دي جميله ده الحسن والحسين ده الحسن والحسين ده مقاس 60 في 120 زي ما انت شايف كده رسمه العروسه تمام؟ تمام حاجه زي كده طقم تمام طقم 10 قطع طقم مميز 10 قطع شركه ديوريل ما شاء الله عايزين نقول كمان ان احنا بصوا عندنا الفيرزاتشي الفوطه الفيرزاتشي بكل الوانها وكل اشكالها ده بكام دي؟ تمام ده مصنع ايه؟ الحسن والحسين بكام دي؟ دي عامله معانا 390 390 ثلاث فوط فيرزاتشي يا جماعه حلوه قوي زي كده تمام الحسن والحسين زي ما احنا شايفينه شايفه الشغل ما شاء الله شغل عالي جدا تمام شغل كله ده مستورد بص الكمار بتاع الفوطه 480 حلو قوي بالظبط كده 480 480 ثلاث فوط في العلبه تمام ما شاء الله بسم الله ما شاء الله معانا شركه اصاله بصوا اصاله تمام اه حاجه زي كده برده شركه اصاله معانا تمام اصاله بكام؟ اصاله معاك كله ب 420 يا جماعه الشغل احمد يكرمي ده 420 جنيه كل شغل اصاله بصوا العروض الله على الالوان بصوا 420 420 في العرض كل ده 420 في العرض انتوا واخدين بالكم شركه اصاله الوانها عامله ازاي بصوا الالوان بتاعتها جميله قوي ما شاء الله تمام هنشوف ايه تاني هنشوف برده معانا نص بشكير يلا ده كيان نص بشكير تمام اه ده معانا فوطه تمام 60 في 120 معلش فوطه اه وده معانا نص بشكير تمام زي ما احنا شايفين اهو تمام كل الشغل موجود تمام ما شاء الله دول فوط برده معانا ده نص بشكير يا
ده كده نص بشكير تمام، ثلاث فوط يبقى نص بشكير، الاربعه يبقى فوط. بصوا كوفيرتا السروجي معانا طبعا ما شاء الله، ولا بطانيه الاطفال السروجي، كل تشكيل السروجي قلنا موجود معانا من الالف للياء. بصوا في الفرش، الله اكبر، جميله حلوه قوي. بكام دي؟ دي معانا ب 1700. 1700 استروجي كوفيرتا اللي الموديل اللي نازل جديد ب 1700. 1700 تمام تمام. حاجه زي كده بقى صوت الاطفال. تمام شغل البارز. تمام اشكال بقى يا جماعه، اشكال كتير. تعالى بقى معايا هنا ما شاء الله. تمام اهو دي الثلاث فوط ودبدوب. هنا بقى مغرط الفوط ده والبشكير. تمام حاجه زي كده فوط ست قطع. ست قطع برضه شغل بارز. ست قطع تمام شغل بارز زي ما احنا شايفين. اسعارنا ايه يا حسام واحنا شغالين؟ اسعار يا باشا كتير. تمام حاجه زي كده معانا ب 220 بس. حلو قوي ما شاء الله. تمام بشكير زي كده في العرض ب 194 جنيه. بشكير كبير لينا. بشكير كبير ب 94 جنيه. 94 94 جنيه في العرض. ما شاء الله. تمام تمام متاح كل الوانه. كل الالوان هي موجوده تحت معانا. تمام تمام بشكير زي كده. ده بشكير اسطنبول. ايه اسطنبول ده اسطنبول. تمام الله نايم جميل، كل الوانه حلوه قوي. عندنا المنت، عندنا البيج، عندنا الاوف وايت، عندنا الابيض، الجراي. يا باشا ده متاح منه 15 لون. كل الالوان ما شاء الله ديوريل. تمام ده ديوريل شغل هاند ميد. حاجه زي كده ديوريل. تمام قطيفه. تمام حاجه زي كده ديوريل قطيفه. حاجه زي كده بشكير. احنا وريناكم نص بشكير كيان وبشفوطه كيان. كده بشكير كامل. ده بشكير كيان. بشكير كامل. تمام حاجه زي كده. تمام تمام رسمه زي كده. تمام شيكو شغل الاطفال البارز. تمام تمام بصوا شغل ما شاء الله، شغل معانا قطيفه وشغل عالي جدا. قطيفه ووش قطني. تمام بصوا يا جماعه البشاكير دي، بصوا ده برده قمر قوي، وده كمان جميل جدا كيان برده. تمام بشكير برده على قد الايد برده معانا اهو ب 130 جنيه. 130 130 جنيه وفي علبه. بشكير في علبه ب 130 جنيه. حلو قوي ما شاء الله. كل ده تشكيل اطفال يا جماعه، ما اوعي تفكري ان اللي انا بعرضه بس هو اللي موجود. احنا بنعرض بسرعه علشان عايزين نوريكم اكتر شغل ممكن. 336 336 تدفع هدايا ما شاء الله. تمام حاجه زي كده. تمام فوطه اطفال اربع قطع شغل بارز زي ما احنا شايفين اهو. الاطفال ما شاء الله رسومات كتير زي ما انتم شايفين. ده من البشكير برده كمثل. تمام بصوا ما شاء الله كل دي يا جماعه، الله اكبر، التشكيل من الارض للسقف سواء في فوط الاطفال او في الفوط الكبيره وفي البشاكير. ولسه هنشوف البرانب كمان دول ايه. حاجه زي كده فوطه صفرة. فوطه صفرة تمام ست قطع. فوطه صفرة ست قطع. تمام حاجه زي كده بكام؟ فوطه صفرة ست قطع 250. حاجه زي كده فوطه ساده. تمام تواليت ساده. تمام تمام نفس زي برده حاجه مفرزه اهو. تمام جميل قوي. تمام حاجه زي كده. تمام شغل الفنجان ده شغل مطبخ. تمام رسومات فنجان. تمام حاجه زي كده تواليت. دي فوط مطبخ. حاجه زي كده تواليت. تواليت برده. تمام حاجه زي كده بقى شكل التواليت اهو. شغل دي الحاجات بقى اللي هي ادراج. تمام حلو قوي. 162. تمام 162. احنا عندنا تشكيل في فوط المطبخ. كل دي كده يا جماعه فوط مطبخ موجوده معانا. وفوط التواليت برده فيها تشكيل ما شاء الله. حاجه زي كده. تمام شركه اسطنبول. تمام تمام ما شاء الله. بس يا جماعه دي كده فوط ايه، تواليت ولا مطبخ؟ تواليت. حاجه زي كده تواليت ب 52 جنيه. ياه حاجه زي كده تواليت ب 45 جنيه شركه دور. تمام ب 45 جنيه. تمام حاجه زي كده بقى. الله شغل السروجي. تمام كل السروجي موجود. انا باجي يا جماعه قدام السروجي وبضعف من جماله، ما اقدرش اقول عليه يعني. بصوا السروجي تمام 2300 في العرض. 2300 ناس كتير يصوروا السروجي وما يقولوش سعره. احنا النهارده بنقول لكم سعره في قلب الفيديو. السعر موجود. تمام الله الشياكه دي. لا الفرشه ده بصوا الفراشه وشغل الكوفيرتا والملايه دي قمر. الاطفال بتاعها كمان اهو. الله الاطفال بتاعها متاح معانا. تمام الكبير 918 الاطفال 1100. حلو قوي. تمام حاجه زي كده معانا في العرض. ده دفايه. ده دفايه كوفيرتا. كوفيرتا كوفيرتا عش النمل قطيفه في العرض ب 600 جنيه. كوفيرتا ومعاها ملايه. نعم قوي زي الدفايه في العرض ب 600 جنيه. تمام تمام كوفيرتا السروجي معانا برده اهي. تمام كوفيرتا السروجي معانا اهي. تمام تمام هوريكي برده حاجات ثانيه اهي. حاجه زي كده كوفيرتا. تمام وملايه. تمام دوجة. تمام 870 بطانيه جاكار. دي البطانيه الجاكار والملايه 870. بصوا تايجر كده عليها سيزا. تمام حاجه زي كده. الله ايه البهجه دي، بصوا بجد تحفه حلوه قوي. ده كفر مرتبه. كفر مرتبه متاح 120 150 160 ب 215 180 ب 249. حلو قوي. ثلاث مقاسات موجودين. تمام ده الكفر الووتر بروف. ها الووتر بروف ضد الميه.
تمام. دفايه زي كده معانا ست قطع الحسن والحسين. تمام. بال 785 في العرض. حلو قوي. 785 الحسن والحسين يا جماعه مسيطر النهارده. حاجه زي كده. احنا بنعرض بسرعه عشان عايزين نعرض لكم اكتر شغل. كفرت اطفال دي معانا اربع قطع ب 800. 800. بص في اشكال ثانيه، دي اوكسو. تمام. هنا برضو اوكسو ده. استنى، ده شكل مختلف. بص ده عليها السيزر كده ووش سادة ووش كده. حاجه زي كده كفرته 535. كفرته كبير. ثلاث قطع ب 535. تمام. خلينا متفقين اشكال الاطفال موجوده، الاشكال الكوفرتات المرسومه للاطفال موجوده اللي هي المطبوعه كلها، حتى اللي هي الاشكال الشبابي موجوده. بصوا الاشكال، والكبير نفس الحكايه، في المنقوش زي كده وفي زي كده برضو اوكسو، وفي الاشكال هنشوفها برضو هنكملها مع بعض. كفرته زي كده تمام معانا بالملايه. الملايه بالكوفرته الشغل ده العبودي، شغل العبودي. تمام. دي ب 785. تمام. 785. حلو قوي. حلوه صراحه. تمام. ب 135. دي الكوفرتات اللي في بيوتنا يعني. كفرته عاديه ب 135، شغل قطن يا باشا زي ما انت شايفه. تمام. خامات تقيله جدا ما شاء الله، وشغل قطن ما شاء الله. ب 135 ما شاء الله. انا عايز اشوف اللي عليها الفيل هناك دي. حلو قوي. تمام. الله، عارفين الشغل الصوف ده زي المسلسلات التركي كده، حطيه عندك على الليفنج. حاجه زي كده كفرت اطفال اربع قطع ب 240. 240 جميله دي برده. تمام. طبعا هنخش برده معاكم البطانيه والدفايه. يا جماعه احنا في مغاره، والله انا بحس ان احنا خلصنا هنخرج الاقي نفسي موديني في حته ثانيه. الله، انا بحب شغل المورانو ده قوي قوي. انا عندي مورانو فظيعه يا باشا. ومعانا الدفايه بتاع مورانو برده. ايه دي دفايه مورانو؟ دفايه مورانو ب 300 جنيه في العرض اهي. الله، مقاس الله اكبر. مقاس 220 240 نفس مقاس البطانيه. انا عايزه امسكها وريني بعد اذنك الطرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، دي عامله زي الفرو، جميله وناعمه. بصوا الضهر 300 جنيه بس في العرض. جميله قوي. 300. تمام. تمام. حاجه زي كده بقى مرانو سلفر معانا. دي بطانيه. بطانيه مرانو سلفر. تمام. في العرض ب 720. 720 دي اللي هي الطبقه الواحده يا جماعه. طبقه واحده ولا طبقتين؟ طبقه واحده. في الطبقتين برده موجوده. ما شاء الله. الله الله. 720 جنيه. 720 دي الله اكبر بقى. دي في منها الشكل اللي هو فرده ده، وكل دي كده اشكالها صح؟ ولا دول طبقتين؟ طبقه واحده. الطبقتين معانا اهي. الطبقتين معانا اهي. دي البطانيه كلاود زي ما احنا شايفين العلبه بتاعتها. دي اللي هي طبقتين. دي بتدفي دفى السنين. دي عندي ودي عندي، الاثنين تحفه. اللون ده جديد. 1050 وربنا ما تلاقوا غير عند عم موجود السعر ده. انا عندي نفس الشكل بس على بيج. بص اللون ده جديد. تمام. حسام اللون ده جديد يا حسام مش كده؟ متاح منها 15 لون ما شاء الله. حلو قوي. 15 لون ب 1050 بس بطانيه. 1050 بطانيه مورانو طبقتين. هاتيها وانسي البرد بجد خطيره. شايفين عندنا نانا، عندنا اصلان، شركه الطباخ، شركه نانا سكرت وطباخ واصلان متاحه. ان شاء الله. كده نانا دفايه نانا. دفايه نانا اللي هي المربعات ال 2 كيلو. تمام. اهي ب 295. حلو قوي. دفايه ب 295 اهي. تمام. ب 295 مقاس 220 في 240. حلو جدا ما شاء الله. تمام. تمام. كل الشغل متاح معانا الحمد لله. رسومات زي كده. دي بطانيه اطفال. نانا سكرت بطانيه اطفال. نانا سكرت. بصوا يا جماعه الاشكال اهي، كل دي كده الوان موجود منها اللبني والروز لغايه النبيتي والكافي واللبنيات اهو تاني، وهنا الجري. كل ده موجود. ده الرسومات الشبابي. رسومات اطفال بقى. رسومات اطفال. موجوده برده معانا. البطاطين بتاعت الاطفال بكام يا حسام؟ بطاطين الاطفال معاكي من 620 جنيه. تمام. حاجه زي كده برده نانا. تمام. بطاطيه الاطفال عندي تبدا من 620 جنيه. تمام. طيب ده ايه؟ دي نانا برده. نانا كبير؟ دي بطانيه نانا اسمها روكسانا. ما شاء الله. تمام. متاح منها كميات كبيره جدا زي ما انت شايف. ما شاء الله. الله اكبر. حاجه زي كده دفايه اطفال. دفايه اطفال؟ دفايه اطفال في العرض ب 455. 2 دفايه. اي حاجه اطفال بتبقى 2 يا جماعه. تمام. بالنسبه للبطانيه او الدفايه. تمام. تمام. ب 450 جنيه. المقاس بتاعها خطير ما شاء الله. دفايه اطفال ب 450 جنيه. تفرش وش السرير الكبير. دفايه اطفال اثنين مع بعض. اثنين مع بعض. تمام. هنا بقى في ايه؟ هنا بقى مفرش لطيفه. مفرش زي كده. تمام. شركه نانا سكرت مفرش مشجر اربع قطع متاح كل الوانه. متاح منه الاربع الوان اللي معانا على الصوره اهي. كده والبوستر الكبير. تمام. 815. مفرش عروسه شتوي. مفرش الساده بتاعه برضو اهو. مفرش الساده بتاعه ب 790. 790. تمام. حاجه زي كده مفرش اطفال. تمام. ب 1150. ده اسمه ايه المصنع؟ ده الطباخ. تمام. شغل رومانسيه. شغل رومانسيه ب 1150. 1150. تمام. تمام. حاجه زي كده اطفال برضو ساده. تمام. حاجه زي كده ساده ما شاء الله. تمام. شراشيف زي ما احنا شايفين شغل رومانسي. ده جميل. ده حلو قوي.
حلو قوي ما شاء الله. حاجه زي كده تاني. ايوه مفرشه في 30 اثنين لون. اه بص تمام ب 1335 ما شاء الله حلو قوي. 1335 كوفرتات واحنا ماشيين هتلاقوا في كوفرتات موجوده. الشغل بتاعي حاجه زي كده. الله مفرش غمزه اطفال. بص معايا الرسومات كده ما شاء الله. شايف الشغل ده؟ بصوا حاجة مش تقليدية خالص، ده عامل زي الشغل الهندي كده عارفين؟ المفرش معانا مفرش أطفال ست قطع. حلو جدا ما شاء الله. في مفرش برضه أطفال المجد برضه معانا أهو. ده المجد؟ ده المجد المستورد. بصوا عامل إزاي؟ أنا ما شفتش الشكل ده قبل كده. يا باشا كل الشغل ده تلاقيه عند عم موجود بس. حاجة زي كده؟ اللي بها لي غير معمولة لا. أيوه. بصوا تمام؟ أه تطريز وكورنيش كبير حلو قوي ما شاء الله وكورنيش نفسه بليسيه. كام ده؟ المجد بكام؟ 2300. معانا تاني؟ مفرش زي كده؟ اه ايه ده؟ تمام؟ ده سرير كبير، ده مفرش قطيفة. اه. تمام؟ موديل مسك. تمام. تمام؟ حاجة زي كده بقى معانا العالمية اهي، وشغلة كله متاح منه كراتين متقفلة. العالمية طبعا شغل العالمية ما شاء الله يعني الله أكبر. تمام؟ بصوا. مقاس الخدادية محترم وهي ما شاء الله بطانية. ما شاء الله شغل. تمسكوها بطانية حلوة جدا. فرطة زي كده معانا تمام؟ الفرطة العالمية ثلاث قطع ب 1065 1065 فرطة زي كده المجد تمام؟ اه ده اللي انا بقول عليه بقى هتلاقوا الاشكال دي موجودة ودي موجودة ودي معاها الملاية تمام. مفرز زي كده ستان ب 367 ده مفرز ستان صباحية تمام؟ ب 367 الطبيعة أحلى من الفرش بكتير من البوستر بكتير تمام؟ اه عادي معانا منه رسومات تانية تانية ألوان تانية ألوان تانية كتير اه تمام 367 وده أوف وايت تمام تمام؟ حاجة زي كده ده إيه؟ ده كفر انتريه ده كفر انتريه حلو قوي اللي هو البيضات تمام 11 قطع حاجه زي كده في العرض ب 350 جنيه 350 جنيه ده الكفر اللي احنا بنقول عليه اه عايزين نقول ان احنا بصوا في تشكيل كوفرتات فوق حلو قوي الكوفرتات عرايس اللي هي الطرف بتاعها جوبير وفي حاجات فيها هاند ميد ما شاء الله حلو قوي وتشكيل البطاطين برده هنا اغلبه معروض مش كله وطبعا عندنا كمان الشغل بتاع السروجي برده موجود معانا ما شاء الله كل ده يا جماعه شغل احنا ما عرضناهوش عايزاكم لما تيجوا ان شاء الله تستمتعوا كده بالمكان المكان فيه كل حاجه من الابره للصاروخ تخص العروسه بالنسبه للمفروشات يلا نكمل الشغل في الفرع اللي في وشه على طول بصوا الاثنين في وش بعض ما شاء الله ده ايه اه معانا زي كده تمام خمس قطع ده خمس قطع تمام معلش اربع قطع تمام اربع قطع تمام ب 367 اربع قطع 367 تمام طعم زي كده تمام بص ده برده ما شاء الله زي ما انت شايفه الطعم ما شاء الله رسومات كتير واربع الطعم ده اربع قطع اثنين خدادين عايز اعرف اسم الخده واحد تمام بس اسمها ايه يا جماعه تمام تمام حاجه زي كده 367 تمام اربع قطع برده تمام حاجه زي كده ده كله شغل سري كبير كله سري كبير ملايه مشجره ده حلو شايفين 385 جميله قوي استنى نشوف المقاسات 240 في 260 مخده واثنين خداديه 300 يعني اربع قطع 65 حاجه زي كده تمام خامات العمريه خامات العمريه بجد يا جماعه ب 540 جنيه 540 خامات العمريه المقاسات 240 في 260 انا بعيد عليكم المقاسات عشان تبقي عارفه اوضتك ايه وهتجيبي ايه حاجه زي كده برده خامات العمريه تمام ب 520 جنيه خامات العمريه اه كنت شايفه كده بس شغل الجبير اه بس شايفين الشغل كله شغل ما شاء الله كما تحفه حلوه قوي خامات العمريه طيب تمام حاجه زي كده برضه معانا ما شاء الله كل ده شغل احنا طبعا مش هنقدر نفتح كل ده احنا نديكم فكره وانتوا تعالوا شوفوا حاجه زي كده ب 500 جنيه تمام الله ده عامل زي المفرش ما شاء الله تمام. الوان كتير احنا بنعرض واحده خلينا نقول ان في دايما حاجه زي كده شكل الكوتون تمام من الشغل العالي جدا ايه القمر ده بصوا واللون قمر حلو قوي بكام دي؟ دي معانا ب 480 جنيه جميلة حاجة زي كده بص برضه تمام الشغل معانا هتلاقي معانا كل الماركات وكل الأسعار حلو قوي ما شاء الله حاجة زي كده بقى بسم الله ما شاء الله حاجة زي كده بس دي الخدادية 420 جنيه كورنيش وتطريز والملاية ليها كورنيش ده ب 420 جنيه تمام 420 تمام ما شاء الله حاجة زي كده تمام الله لون المنت بقى بصوا المنت وشياكته حلوة كتيرة معانا حلو قوي مصنع نوران تمام حاجة زي كده بصوا برضه هنا 240 في 260 اه ما شاء الله اه تمام في تليجرام يا حسام في واتس وفي تبعت لي اللينك بتاعه عشان نحطه في اول تعليق للناس يكونوا يتفرجوا براحتهم حاجه زي كده بصوا لان احنا مش هنعرض كل الشغل فانتوا اتفرجوا براحتكم شغل كتير مصانع كتير معانا وهتلاقوا كل الاسعار وكل مصنع نازل بتشكيله طعم زي كده شايف اللون الاحمر يا جماعه والله اللون الاحمر عندنا ما بيبهج اللون الاحمر عندنا ما بقاش طعم زي كده ب 520 جنيه 520 مش هيبهت 520 مش هيبهت تمام هاتي رخيص هيبهت معاكي اكيد ده طبعا صح ولا ايه يا حسين؟ اكيد طبعا 520 ده حاجه زي كده تمام ده في العرض ب 400 جنيه اخر قطعه في العرض ب 400 جنيه تمام تمام طعم اربع قطع اه
236 جنيه. 236 ده 236. بصي لو عروسه وبتجهزي شكلي حطي ده على ده. هتلاقي كل الاسعار عنده، هتلاقي كل الخامات. تمام، حاجه زي كده ب 274 جنيه. 274 حلو قوي. التجار مش عايزه اقول لكم بقى ان انتوا مش هتلاقوا اكتر من كده تشكيل مصانع. لا لا شغل اكتر من هنا ب 274 جنيه، طعم خمس قطع. ما شاء الله تمام. بص برضو دي جميله. تمام. حاجه رايقه يعني. 260 جنيه. 260 جنيه. تمام. بص برضو دي انا بجيب شغل برضو اهو من هنا عندي. تمام. 274. دي سادس منقوش. تمام ب 274. تمام. بص برضو كده. كل ده شغل. بص اللون ده واضح للناس اللي بتحب الالوان الواضحه، وخلينا متفقين ان اي موديل احنا بنشوفه الطعم ده في منه الوان. الطعم ده عامل 600 جنيه في العرض معانا 350. 350. 350. انا عايزك بس توضح لهم المقاسات. 260 في 280. تمام. انا بوضح المقاسات ما تقلقش. انا باكد عليهم في حته المقاسات علشان كل واحده تعرف اوضتها قبل ما تيجي وهتجيب ايه. تمام حاجه زي كده بقى. بصوا ب 280 جنيه. ده الاسباني، مصنع الاسباني ولا موديل؟ مصنع الاسباني. 230 زي كده. تمام. شركه ندى ب 365 جنيه. 365 طعم اربع قطع. الاسعار 365 جنيه. تمام. تمام حاجه زي كده ب 236. تمام حاجه زي كده 236. الموديلات المقاسات يا جماعه. ماشي. حلو. شايف الطعم ورسومات الطعم ما شاء الله. حواليك بقى حاجه ثانيه ما شاء الله كده بقى. احنا عايزين الاسعار برضه يحسبوا احنا شويه. الطعم اللي احنا فرضناه 535. ايه الطعم ده؟ الطعم ده تمام برضه. بصوا ده احلى من البستر. ده جميل. ده مش شغل كتير جدا معانا. طعم زي كده لسه جاي اهو وربنا ما يطلعه غير عندنا. الطعم اهو. بصوا الطعم الالوان. انا عايزك تبص كده. ده الجوهره. مصنع الجوهره. بص كده اللون بامبا بتاعه. تمام. الله الله الله. رسمته يا جماعه. ربنا رسمته ايه. الملايه كلها مطرزه عشان زي ما انتم شايفين اهو. اهو مطرزه ما شاء الله. جميل قوي الابيض بتاعه. حاجه ثانيه زي كده. تمام. بصوا بقى المنت بقى يا جماعه، يعني انتوا عارفين المنت عندي، المنت في حته ثانيه قمر. والله هتشوف بقى الحاجات بقى مشجره. تمام. وصلت برضه كويسه معانا. بسم الله ما شاء الله. احنا هنا ايه، اطفال ولا كبير؟ هنا بنات اطفال وكبير المشجر. هنا معانا تشكيله المشجرات كلها اطفال وكبير زي ما انتم شايفين. تمام تمام. حاجه زي كده معانا طقم مشجر خمس قطع. خامات العمريه ب 140 جنيه. تمام. خامات العمريه خمس قطع ب 140 جنيه. تمام. الاطفال بتاعه عامل 170 جنيه. خامات برضه الكبير خمس قطع والصغير ست قطع. ست قطع. تمام. طبعا كل حاجه في منها اشكال يا جماعه زي ما احنا شايفين. طيب ايه تاني؟ حاجه زي كده. تمام. بكام؟ ب 270 جنيه. 4K. اطفال ست قطع ب 270 جنيه. ماشي 270. حاجه زي كده شركه نور اطفال ست قطع. ده كبير؟ نور ست قطع اطفال. ست قطع اطفال. اطفال. تمام ب 280 جنيه. 280 ده جميل قوي ده. زي ما انتم شايفين برضه بتاع رسومات منه كتير ما شاء الله. كل الاوضه هنا شغل زي كده. طبعا ما كانوش خمس قطع ب 175. 175 ما شاء الله. طب الملايه الاستك. تمام. دي استك؟ موجوده برضه. حاجه زي كده بقى. شركة الوان. تمام. عبد الموجود الوكيل عبد الموجود. تمام ب 290 جنيه اطفال ب 290 جنيه. بس استنى هاتها انا يعني حاجه زي كده العالميه موديل. دي العالميه. تمام. طعم العالميه موديل. موديل استنى ما تعديهاش كده بينور في الضلمه يا جماعه. انا عايزه اشوف الملايه من جوه. ما شاء الله طالعه مصنعنا بقى. نشوف براحتنا. تمام. ده كيس مخده. تمام. ما شاء الله حلوه ما شاء الله. بص الشغل. بص الفنيش بتاعه. اللون يا باشا معاك. اللون ما شاء الله. تمام ما شاء الله. الملايه الاستك اللي هي جنبك على طول دي ولا دي ايه؟ هجيبها لك. تمام. طعم زي كده. ده منقوش برضو. ده ايه؟ المجد. تمام ده المجد. تمام. ده اطفال. ده مجد اطفال. تمام. ده طعم استك. تمام. استرايب اربع قطع. ايوه. اربع قطع. ده الاستريب. ده شغل الاسترايب الاربع قطع. تمام. تمام. سرير كبير. 260 في 240. بصوا. تمام. بصوا الخامه خطيره خطيره. في منه اطفال. الاستيك اهي يا جماعه. محدش بيفتح الشغل ده عشان نبقى متفقين كده. ده محدش بيفتحه والله. وربنا جميله. تمام. جميله جميله. في الاطفال منها بكام؟ احنا منه الاطفال بتاعها الكبير. الاطفال بكام يا حسام؟ 160. حلو قوي. طعم زي كده تمام. تمام شغال حلو قوي جدا. ايتامين يا جماعه. شغل ايتامين ده قمر. شغال كويس. 360 قلت. 360 الاطفال. طعم زي كده. تمام تمام. ابراهيم. ابراهيم. ده ايه؟ طعم ملايه كبير اربع قطع. تمام. الوكيل الرسمي سنتر عبد الموجود. تمام تمام. يعني احنا كده عندنا الاطفال توكيلكم والكبير. تمام. كمان حلوه ولونها قمر. بص الطعم ورسوماته ما شاء الله. الطعم معانا اهو ما شاء الله جميله. تمام. ادي الكيس المخده.
جميله والله يا جماعه، شايفين الناس ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يبارك اللي هتاخده، والله حلو قوي، اشكال كتير. احنا بناخد قطعه رسومات تمام، كل دي اللي هو تبعنا مش كده، تمام كل ده يا جماعه الشغل تبعنا اللي هو توكيل عبد الموجود، تمام. وكل ده، وبصوا كمان الشغل اللي فوق العالميه ده اللي هي ليها كرانيش كده من الطرف دانتيل قمر، كل الشغل موجود معانا وباسعار مميزه جدا، وسعر الشغل كل معانا بسعر قديم بالظبط كده. طقم برنس، طقم برنس، اه مليكة، ده مصنع مليكة، ده فيولا، ده شركة فولا، تمام، ده شركة حياة. الأسعار بونص معانا يا جماعة والله بدأ من 320 جنيه الحياة، تمام، 320 جنيه بونص معانا، تمام. وفي إفري هوم موجود معانا حاجة زي كده، تمام، شركة يوفلي، تمام، احنا شايفين برضه اهو. انت بتعمل ايه؟ محدش بيفتح الشغل ده يا باشا، احنا بنفتح الشغل وربنا هنا، والعروسه بتقيسه كمان، بتقيسه كمان، بتقيسه برموس هنا كمان، تمام. احنا مدلعين العرايس على الاخر. الله، بصوا الملايين دي تحفه، بصوا معايا الجمال ده، تمام، ده طقم ملايه، تمام، شغل جديد، ده شغل طقم مفرفش كده حلو قوي، اه جوهره شغلها في حته ثانيه. الله، بص الشغل ده مفرش، تمام، طعمه زي كده اربع قطع مفرش يا جماعه، والله مبهج جدا، ده الجوهره، طب شفتوا ده شغل الجوهره ما شاء الله، تمام، حاجه زي كده شغل كوتن، الجوهره حاجتها مدندشه شويه بس والله جميله. بص البص شغل كوتن، تمام، وده الجري طبعا عظمه، متاح منه الوان كتيره جدا برضه، في موديل كوتن عجبني قوي، المصنع ده ممتاز يا باشا، كل الوان ومعانا كل شغل، تمام، ده ب 525 ما شاء الله، تمام، حاجه زي كده شركه ديري، تمام، ب 498 498 ما شاء الله، حاجه زي كده معانا ديرون ب 467 467 الطقم ده معاه فوطه يا جماعه وربنا، ب 467 ما شاء الله. ده الجوهره برده، القمر ده ما شاء الله، بصوا يا جماعه الشغل عامل ازاي، البوستر اهو، وهي على الحقيقه بجد خطيره، كل شغل الجوهره موجوده عندنا، تمام ما شاء الله، كل شغل حرير موجود عندنا، بصوا حرير كمان، تمام، كل شغل البيت الخليجي موجود عندنا حرير اهو، استناني بس كده، ده 240 في 275، تمام، كل شغل البيت الخليجي برده والله يا جماعه، متاح علينا دي براندات بقى يا جماعه، الناس اللي بيحبوا البراندات اهي موجوده معانا، شغل الجوهره برده معانا اهو، شغل الجوهره، تمام، شغل الجوهره فيه مطرز، وفي الشغل ال شغل الجوهره بقى الجديد مدندش بتاع الطقم ده، لسه جديد وربنا يا جماعه، اول مره انزل عند عم موجود، لسه اول مره انزل السوق اصلا، تمام، معايا طقم جديد ما شاء الله، حاجه زي كده حرير موجود معانا برده اهو، تمام، حاجه زي كده الذهبيه، استناني بس، بصوا ده ديوريل ما شاء الله، قمه الرقه فيه يا جماعه، حلو قوي، واللون المنتو هتلاقي منه اوف وايت، هتلاقي منه كل دي كده الوان، الرصه دي كلها، تمام، ده ايه؟ حاجه زي كده الذهبيه، الذهبيه، تمام، الذهبيه شغل كتير جدا زي ما احنا شايفين برده معانا اهو، كل ده كده يا جماعه شغل الذهبيه، تمام، تمام، شغل ديوريل زي ما احنا شايفين اهو، وديوريل، تمام، تمام، ده بقى الحنفي، شغل الحنفي متاح معانا، شغل الحنفي من احسن واجود المصانع، تمام، من خميرك، تمام، تمام، رسمه ثانيه برده معانا اهي، بصوا ما شاء الله، تمام، زي كده معانا حاجه زي كده، ده ايه ده؟ ده قطيفه، كمان قطيفه، كمان قطيفه، تمام، الصوره معانا اهي، الطقم اهو، بصوا جميل ما شاء الله، عندنا منه الوان مش كده؟ كل الوان متاحه، دي الخداديه قطيفه، خداديه قطيفه، تمام، والظهر قطن زي ما احنا شايفين، حلو قوي، 100% جميله دي ما شاء الله، الطقم ده بكام يا حسام؟ الطقم ده معانا في العرض ب 430 بس، في العرض 430 ما شاء الله، ربنا اسعار عرض يا جماعه، عشان محدش يقول لي يا حسام انت بتبيع اقل من سعر المصنع، ده اسعار عروض يا جماعه، بصوا يا جماعه الشغل ده برده حلو جدا ما شاء الله، خلينا نشوف بقى شغل من الناحيه الثانيه، استنى اجي لك، معانا ايه هنا؟ هنا معانا برد، تمام، ده شوف ديوريل، ديوريل برده، تمام، حاجه زي كده ديوريل، الله، زي ما احنا شايفين الطقم، شايف التطريز، بصوا وريني لون ثاني منه كده يا حسام، لون ثاني منه، تمام، والبيج حلو قوي، ده بكام ده؟ ده في العرض ب 467، 400 والله، في اسعار تحفه يا جماعه، اسعار وموديلات قمر جميله، ما شاء الله ما شاء الله، ومطرز، تمام، شغل الجبير برده معانا، بيقول له الجبير موجود، والدانتيل والتول موجود، والتطريز كله موجود، والطباعه موجود، كل الشغل، كل الشغل، والريشه طبعا ده قمر ما شاء الله، ده شغل جديد، تمام، ده ديوريل برده، معانا تشكيله البرانس كبيره جدا، تشكيله البرانس ما شاء الله، تشكيله البرانس معانا برده الناحيه الثانيه يا استاذه، تمام، هجيبها، تمام، بص كده دي قمر قوي، كل ده يا جماعه شغل برانس، وفي كمان عندنا الحفه يا حسام صح؟ كل ايه ده القمر ده؟ موجود لعاب كبير وحفر فول، بصوا دي بيضه كده خامات العمريه، ليله الدخله دي قمر ما شاء الله، طيب احنا ده طقم ملايه، تمام؟ تمام، طقم اربع قطع، اثنين خلاديه وقصه متشده وملايه، تمام، الطقم معانا اهو، تمام، حاجه ثانيه زي كده، تمام، شركه فوتن، تمام، ما شاء الله الطقم معانا جميل جدا، بكام؟ ده عامل 480 اسعار قطن متوسطها 400 500 الطقم بقى اللي عامل زي رهيب معانا اهو، تمام،
ما شاء الله اكبر. الوانه اصلا بص خطيره. بصوا بقى بصوا انا عايزه بس نوضح التفاصيل. شايفين بصوا البوستر، البوستر بتاعه خطير. وربنا يا جماعه الوانه بقى يا جماعه كل راسه دي كده الوانه ما شاء الله. تمام زي كده. بص ده برده كرانيش وحركات بقى خداديات وملايه كله كرانيش. تمام طعمه زي كده ما شاء الله. تمام ده كوت لاين. طيب معانا بقى ايه؟ انا حاجه زي كده امبريال. طعم زي كده امبريال. امبريال بص البوستر طعم اربع قطع، طعم الملاية اربع قطع. امبريال لو غبار عليه امبريال ده حاجه محترمه جدا. اربع قطع تمام لاجود المصانع. تمام طبعا مقاسات ما شاء الله خامات برضو. تمام طعم زي كده. تمام ايفلي ولا ده شركه ايفلي. تمام طعم اربع قطع. تمام طعم برضو اسمها زي كده. تمام تمام ده برضو ست قطع شركه تيوفلي. تمام في العرض معانا يا جماعه الالوان بتاعته. تمام ما شاء الله. بصوا كل دي الوان وده كمان حلو قوي. تمام وفي كارما زي كده. كيف لي برده دي رسمه ثانيه. تمام ما شاء الله الله اكبر. تمام وفي كارما كمان مكتوب عليه لاف لونين اهو كارما احنا شفناه. تمام طقم اطفال ديوريل. طقم اطفال ديوريل ست قطع. ست قطع. عايزاك ما تنسانيش في الاسعار يا حسام. وين طقم زي كده. تمام بلدي بلدي. تمام طعم زي كده بلدي حبيبي. تمام بلد زي ما احنا شايفين برده شغل كتير اهو. تمام حاجه زي كده برده كده. تمام الله حلو اللي عليه حاوده قوي. بتاع بلدي. تمام طعم زي كده. الطعم ده بكام؟ الطعم ده عامل 555. حلو قوي. طعم زي كده طعم اطفال 555 في العرض ب 400. وده ده في العرض ب 400 يا جماعه. طعم 400 في العرض. تمام حاجه زي كده. تمام في العرض عامل 360 جنيه. 360 جنيه في العرض. تمام ما شاء الله. تمام حاجه زي كده 520 جنيه شركه ديوريل. تمام بصوا الملايه متقسمه نصين كده بنت وولد عارفين انتوا. 520 تمام حاجه زي كده 520 جنيه. الله دي شبابي بقى. تمام بصوا شبابي هتلاقي عندي كل شغل. تمام ده 520 جنيه حلو قوي. تمام لحاف زي كده. ده لحاف كبير. ده لحاف ثلاث قطع. تمام ب 1200 ده كده يا جماعه. 1200 عندك الوان منه بصوا زي الفرو. شايف الحاف ما شاء الله. تمام ب 1200 جامد جدا ما شاء الله. احنا اللي بنلاقيه قدامنا بنعرض ان الزباين منزلين شغل فاحنا اللي بيقابلنا عشان مفيش حاجه ننساها. لكن عايزه اقول لكم كل ده كده تشكيل لحاف اطفال بالظبط كده. هنشوف برده ناخد فكره. ده الجوهره ده بقى في منه السرير الكبير وفي منه السرير الصغير. الرسمه دي مشهوره في الجوهره يعني. تمام حاجه زي كده. بص البيت الخليجي حاجه زي كده ما شاء الله. شركه امبريال. تمام بص معانا الطقم امبريال برده الطقم ما شاء الله الله اكبر. الطقم بيتكلم عن نفسه ما شاء الله. امبريال يعني حدث ولا حرج. الاطفال معانا زي ما احنا شايفين. تمام لحاف الاطفال عندي ست قطع عندي الثمانيه عندي العشره قطع. تمام متاح كل رسومات لحاف الاطفال. تمام متاح رسومات لحاف الاطفال كلها معانا. لحاف الكبير من اجود واعلى المصانع. خلينا ناخد فكره عن اسعار لحاف الاطفال. لحاف الاطفال ب 1145 و 1155 1200 1300 في حاجات 1100. تمام اسعار معانا كتير لحاف الاطفال. تمام طيب اللحاف الكبير معانا من 700 جنيه بادئ معانا من 700. في حاجات ساده زي اللي قدامنا ده كده 825. ده 825 ده ساده للناس اللي ما بيحبوش الشغل. حاجه زي كده معانا رسمه زي كده لحاف كبير ب 1110. 1110 لحاف زي كده ب 1550 ده تحسه فرو كده برده. 1550 لحاف زي كده. تمام بص ده تحسه ملفوف لفه هدايا ما شاء الله حلو قوي. لحاف مستورد ب 1539 بصوا تحفه. لحاف 1539 ثلاث قطع. ها ثلاث قطع. تمام تمام لحاف معانا زي كده العالميه. تمام 1550 1550 احنا بنتكلم في براندات يا جماعه العالميه. عايزه اقول لكم ما شاء الله كل ده كده شغل الحاف ما شاء الله الله اكبر. ربنا يبارك يا رب ويحسن سوق الشغل كله. بسم الله ما شاء الله شايفين كل ده شغل الحافه. ده جميل قوي ما شاء الله. بصوا ده جميل ما شاء الله. وده برده ده اللي شفناه جوه. تمام عسيه ده حافه الاطفال والحاف كبير برده وريت تشكيله كبيره جدا. بصوا برده يا جماعه كل ده كده ما شاء الله على كل الحاف كبير يعني. خليني ايه اوريكم كده بس ما شاء الله كل ده كده شغله كله يعني بمساحه المكان كلها لحاف كبير وفي الاوض جوه لحاف الاطفال. كل ده شغل لحافه موجود. انسى ان انت تيجي تلاقي مصنع مش موجود او شكل انت عايزاه مش موجود. كل براند موجود بالالوان بتاعته. دي حافظه تمام ربنا يبارك. كبيره
ما شاء الله. ظهرها جينز، ظهرها جينز سوفي كده الحته معايا. اه وتقيله ما شاء الله. تمام، دي تقعد في الارض ما تمشيش. افرد يا ابراهيم، احنا نمشي وهي ما تمشيش. دي جميله. افرد معايا محمد حاجه زي كده. ما شاء الله. اه جميله والوانها تحفه ما شاء الله. بكام دي يا حسام؟ وكام في كام؟ 35. 2 في 3 535 حاجه زي كده. 450 ده 450. حاجه ثانيه ده 450 ومقاسها ما شاء الله عظمه برضه. دي الناس تجول 2 في 3 برضه، متاحه للجامبو، متاحه الوسط، متاحه للشايه، كل المقاسات متاحه عندك. كل المقاسات موجوده. تمام زي كده ب 387. بص افتكر افتكر كده بالصوت. تمام 387. سمعتك ضايق فوت ده قمر قوي ما شاء الله. خلصنا كده يا حسام؟ تمام كده. خلصنا وخلصنا. عايز اقول لكم بجد الشغل الله اكبر. بصوا مش عايز يخلص يا جماعه، وربنا ده عرض ما شاء الله. ده طعم عرض. تمام، اللي هيجي يسعد على الروانه هتدور ب 280 جنيه. 280 280 جنيه. مش عايز اضيع لكم العروض ولا انا احب اضيع لكم العروض، بس انتوا وقت ما تيجوا هتلاقوا عروض خاصه بالقناه. ما تنسوش تقولوا طبعا قناه شيماء الجوهر عشان تستفيدوا بالعروض اللي موجوده معانا النهارده. تعبتك معايا يا حسام، وكل فيديو يا رب كده ان شاء الله على خير، واستنوا فيديوهات حلوه من هنا. لو عجبكم الفيديو قولوا لي وانا اصور لكم هنا باذن الله تاني ان شاء الله. سلام.